وصلنا أخيرا إلى فقرتنا الفنية. الأيدول حازم شريف اسم فني شهدت مسيرة الكثير من النجاحات ومنها فوزه بلقب أرب أيدول قبل 10 سنوات. اليوم هو في استضافتنا في صباح العربية بعد إصداره لأغنيته الجديدة 4 ضحكات. يسعد صباحك حازم. هلا وسهلا خير لك ولكل مشاهدين العربية، وإن شاء الله نهاركم سعيد يا رب. مبسوطين جدا وخصوصا أغنيتك الجديدة، كلمنا عنها ومتحمسين صراحة أننا نسمع هذا الإصدار. الغنية صراحة هي إلى فترة تقريبا موجودة معي، وكلمات عمر ساري وألحان محمد بشار، توزيع إليان دبس، إنتاج الشخصي. هيك الغنية بشوية فرح، شوية طاقة إيجابية ومهضومة الغنية، يعني فيها هيك طب نوع سمعنا من سمعنا يلا نغني مقطع منه. ما تسأليني شو بعشق فيكي، اسألي لقلبي وخليه يحكيكي ويقلك هوي بالذات قصة عن 4 ضحكات ردت لقلبه الحياة وبتبلش فيك وضحكت لما بتنسي حالك هي صوت عالي وضحكت لما بكون قبالك وبتكون قبالي وضحكت لما أقول بحبك تظهر فيها غمزة خدك وأكتر ضحكة بحبها عندك ضحكة عينيك. الله الله تجنن صراحة. يعني بصفة عامة حازم، لما أنت تجي تختار أغانيك تختارها بناء على إيش؟ تلفتك اللحن، الكلمة، الإحساس؟ كل مرة شيء وحسب الحالة أو المود اللي أنا فيه، يعني الحالة النفسية اللي أنت فيها. تماماً. فأوقات بسمع غنية يمكن تكون كتير حلوة بس ما خلص، يعني ما ركبت معي، عرفتي؟ أيوة. ممكن أوقات ما أنت حاسسها، ممكن ألمس شيء بغنية، كلمة أو نوع جملة من اللحن. فهي حسب المود، يعني وين الفنان ماشي بأي مود. بالفعل في أغنية بيطلبوها زملائنا، ندم. إيش حكاية ندم؟ ليش مأثرة في الناس كثير؟ والله الحمد لله ندم هيك عملت بصمة حلوة عند العالم، وكانت هيك بوقت شوي العالم ما بعرف كانت رايحة على الحزين أكثر. أكيد أصدرتها في فترة كورونا ولا شيء. بالفعل يعني فترة كانت صعبة علينا. طب خلينا نسمعها. يلا يلا. ما بتتذكر أنا مين، أنا يلي أنت ودعته، أنا عم بنزف حنين على عمر اللي ما رجعته، هلأ راجع ندمان، هلأ ندمك شو بينفعلي، بدك ايانا نرجع، رجعلي عمر اللي ضيعته. ندم حياتي كلها ندم، معك انت عدم، انا وانت صرنا نلتقي اغراب ايام، شو يعني ايام تسهر وما تنام، دوق دوق من عذابي سنين مش ايام. الله على الاحساس. الله جميلة جدا. اليوم حازم التنافس في السوق ما الذي يحدده؟ هل هي الجماهيرية؟ هل هي الكلمة واللحن يفرض نفسه؟ هل هو تاريخ الفنان، مسيرته، أو ممكن حتى لقب فاز بيه زيك مثلا؟ اليوم بهاي اللحظة للأسف أنه شوي صار ذوق العالم مختلف عن قبل جداً. يعني اليوم إذا الواحد بيطلع ماسك سيجارة وعم بيغني صار يطلع ترند. بس ترند سيء السمعة، ممكن مو شرط إنه ترند يعني حلو. عم يطلع ترند والعالم مبسوطة، واو شو عم يعمل وكذا، شيء جديد شيء غريب. ما بعرف، نحن قبل يمكن إذا كنا نعمل شيء حركة صغيرة قبل مختلفة أو إنه إيه شو عامل هذا بالضبط، ليش لابس هيك بالضبط، ليش عامل هيك، ليش مسوي شعره هيك.
فما بعرف اليوم اختلفت السوشيال ميديا فرضت معايير جديدة بتصور ومن بعد الكورونا بتصور شوي اختلفت الموازين بس يعني اللي ماشي بطريق ما فيه يغير ما فيه يروح هيك ولا هيك خلص واللي عم يطلع جديد عم يمشي حاله التنافس صراحة صار لي معايير أخرى خصوصا بوجود السوشيال ميديا طيب يعني طب هل السوشيال ميديا ليها دور في نشر الأغنية هل حتى لو كانت الأغنية وحشة يعني بنشوف أغنية قد تكون زي ما تقول عادية ولكن فيها مشاهدات عالية جدا صح صار في بعض المنصات على السوشيال ميديا عم تلعب دور كثير كبير بس أنا لا أؤمن بالأرقام أنا الأرقام لا أؤمن فيها أبدا لأنه اليوم فيك يعني بساعة واحدة تشتري مليون فيوز أو تشتري ما في مصداقية أبدا ف لا أؤمن بالأرقام أؤمن أنه في أوقات فريق بيشتغل مع الفنان أو مع أي حدا بيقدر يوصله أو يقدمه بطريقة صح بس أنه الأرقام هي بتصور لعبة ومهم جدا أنه الفنان يحافظ على بصمته وهويته صح وأنت دائما محافظ على هذه الهوية ما شاء الله عليك حازم أنا حغنيلك شيء أيوة لأنه نحن بالصباح أنا على الطريق عم فكر فيها يعني فحبيت أنه أغني لكم يا بصباح العربية طيب يعني الوقت يداهمني أنا يلا. لازم أودع المشاهدين وخلينا نختم معك هذا اللقاء يلا. بهذه الأغنية يلا. أشكرك حازم حبيبي صباح الخير صباحك ورد في اللودوز يا عمري صباح النور يلا اصحى غنت فيروز والشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين من تصحى تشرق عالدنيا مو شمس واحدة شمسين حبيبي 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 صباح الخير